أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن تشكيل لجنة وطنية مشتركة لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبع النووية تضم وزارة الكهرباء والدفاع والبترول والتجارة وهيئة المحطات النووية والهيئة العربية للتصنيع. جاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح من وزارة الكهرباء، حيث تعمل على توطين التكنولوجيا بمحطة الضبع بالتنسيق مع الجانب الروسي الذي سيتولى العمل على مشروع الإنشاء. وقد دشنت اللجنة موقعا إلكترونيا لعرض رؤيتها والأخبار المتعلقة بالمشروع مع التسجيل الإلكتروني للشركات المحلية التي ترغب في الترشح للاختيار من بينها عند إسناد المناقصات وأعمال المقاولات.